أين كتابك يا سعيد؟ استيقظ سعيد على صوت أمه يناديه: هيا يا سعيد، إنه يومك الأول في المدرسة، لقد تأخرت. قفز سعيد من فراشه، ارتدى زيه المدرسي وجهز حقيبته بسرعة. هل أخذت كتبك يا سعيد؟ أجابها سعيد وهو يخرج مسرعا من البيت: نعم، لقد أخذتها يا أمي. وفي ملعب المدرسة التقى سعيد بصديقه كريم، والذي حياه قائلا: السلام عليكم يا سعيد. مياو مياو، رد صوت غريب. ماذا تعني يا سعيد؟ في ممر المدرسة خارج الصف ألقى حمد التحية عليه: كيف حالك يا سعيد؟ رد صوت آخر: ترن ترن، ماذا تعني يا سعيد؟ وفي الصف قالت مريم وعائشة له: صباح الخير يا سعيد. ومرة أخرى أجاب صوت غريب: فو فو، ماذا تعني يا سعيد؟ سمعت معلمة سعيد ضجيجا، فالتفتت من حولها لترى من أين يأتي. كانت كتب الأطفال جميعا على مكاتبهم ما عدا سعيدا. أين كتابك يا سعيد؟ وفي هذه المرة ردت مجموعة من الأصوات: مياو ترن فو، مياو ترن فو، بينغ بينغ. قالت المعلمة باستغراب: ما هذه الأصوات الغريبة؟ وبصوت حازم أعادت السؤال: أين كتابك يا سعيد؟ أفرغ سعيد حقيبته ووضع محتوياتها على مقعده. لقد أخرج قطة برتقالية صغيرة، وأخرج الهاتف المتحرك الأخضر، ثم السيارة الحمراء التي لها ضوء أزرق يلمع على سطحها، وأخيراً لعبة الحاسوب. ضحك الأطفال جميعاً، وعندها قالت المعلمة مبتسمة: ماذا عن كتابك يا سعيد؟ هل أعجبتكم قصة اليوم؟ لا تنسوا الاشتراك بقناة مدرسة لمشاهدة قصص الأطفال العديدة والممتعة.